بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمة ربي عليه ونفعنا بعلمه في الدارين، شجاعة طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله صحابي لورنجري رضي الله تعالى عنه جيسن مدكيسي. أخرج ابن عساكر عن طلحة قال وحري لما كان يوم أحد مالك أحد ارتجزت وحنكو قيراري بهذا الشعر. شعر كان بان ارتجاز كسمي مركا رجزقنا وقبيق النوع كمدا وحنكو قيراري يوري مالك أحد نحن حمات غالب ومالك. غالب يا مالك وأنساب قريشات إلى لياش هذه بانونا يا حراس هذه نذب وحن دفاعنا عن رسولنا المبارك. رسول كيغا بركيسا أي دفاعنا. نضرب عنه القوم قوم كان قريش يا قالضا أي قراعنا في المعارك. معركة دحيا كو قراعنا يا قبط دغال كو كسعدو وحانا نو قراعنا ضرب سفاح الكومي. نيفك جيلة أما هشة سفاحنا وردين عادة مرك نيفك جيلة مرك إلا قال وقرقر كذا يردين عادة سيد اللوغو قوي اللوغ قراع أيان أقراع نابو يريد. ضرب سفاح الكومي في المبارك. مرك مبارك نواملهن دقيلة أي فريستان حرادوضا مرك قراعتان كان سفاحنا وردين عن نيف كوم كن وصان صوشيق وعنيف كجيلة وليبا هشة سفاحنا وردين عيدا مركا وحوكا وذان هشة لبجر بكل كي لقراع يأد بالله قراع مركي لقلد دي قرقر كيدي أد بالله قراع عاد كل كي لقوقين هي لفه هذي يوحا سوكالي مركا يفرد ذي قلقلين تا يفرد ذي حرادنا يفرد ستنا إيادنا وشد دي وحوك بالله قرد نفتا مركا أدو ساسان وقراعنا سيدة قيلة لو قراعان وقراعنا قال ذن نضرب وان قراعنا بيري عنه. نبي عليه السلام أنكو دفاعنا القوم قريش من قراعنا في المعارك. معركة هذا ضرب السفاح الكومي حشا لنا عيدا سيدة اللوغ قراع في المبارك حرد الدحذ هذا. ومن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد نبي عليه الصلاة الله والسلام أحد نمونا كسر نقن حتى قال لحسان إلى النبي حسان بن ثابت كيري قل وحاتر هذا حسان وفي طلحة طلحة يعني طلحة أمان تح أو قبيها أتري. فقال وحير حسان سقو طلحة بن عبيد الله أمانية وطلحة يوم الشعب وطلحة طلحة أيوري طلحة يوم الشعب يعني مالك طريقي شعب مركب ماشي فرق لبض برودو لحيوة أحد أذبه. وطلحة يوم الشعب آسى وحو أقرقاري وأكلمي محمدا نبي محمد عليه السلام على ساعة ساعد بو نبي أكلمي وأقرقاري ضاقت عليه النبي كعيري لينتي ووشقت كنا أتكيد ساعد نبي كو أتكيدو عيري كواهيد بو نبي أقرقاري. يقيه نبي وحو كدفاعي بكفيه لبدي سبابع يا لبدي سعلى علوت يقيه بكفيه يقيه حنبقى كد دفاعي بكفيه لبدي سقعمود بكد دفاعي لبدي سباب عود الرماح ورمضا نبقى لقصه توريي وأسلمت ويدع ذي أشاجعه فريه سي يقعمه سي بادعي طلحاء قعمه سي تحت السيوف سافيه كسو دعي نبي لوغ سو وداي اسغه دغيا اوغد با غعمهي سو دولك لا دعين او فشلت غعنتي سي مركا شلل با كو دعي. وكان طلحه وفهب امام الناس مالنكا ددك الهي مهش صحابده جوغنكا او هريو اها الا محمدن نبي كل كي لا ييمد وخي سو هدا
isaga maalinka madax ahaa oo dadka u fadli badnaa Uxud. Aqama wuxuu oogay Talxa raxal Islaam, Islaamka ruuxdiisa iyo naftiisa, xataa istaqallat ilaa ay gooni noqotay ruuxul Islaam, yana ay istaagtay. Fanaatu maalinkaas saxaabada radiyallahu ta'ala canhum wacdarada dhigay ninka ugu muhiimsanaa buu ahaa Talxa ibn Cubaydillah. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اسمه وحير سوى أمانة يا طلحة حما وحو طلحة حفظي وإلالي ودفاعي نبي الهدى هنون كالنبي جيسي والحال الخيل فردهنا قريشتنا تتبعه يعني ويدبق قريسي وفردها دلو إريان هاي حتى إذا ما لقوا مركي أي لكل من فرده قريش طلحة يا النبي عليه السلام حاما وإلالي طلحة ودفاعي عن الدين دين تدفاعي صبرا سوغ كسبرسا على الطعن طعنك سوغر يداوي عكود عيي إذ ولت مرب إذ بختي بمركز صبر سنة وطعنك كصبر سنة دين تن الدفاعية النبي كان الدفاعية طلحة إذ بختي ولت أي دبجة ديسي حماتهم حمات الصحابة رقد النبي كان إلى لين هي لسوا دي بختي كان دبجة ديين بواسق وصبر كان لي يمدو إلى لين هي والناس ضدكنا مالك من بين مهدي ومفتون مد فتنوبة يا منافقين تهيد إيا مدها نصنب الله كلب حي يا طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله يوم قد وجبت لك وحاكو واجبت الجنان جنوي ووزوجت وحان لقوب قوري المهل عين وحور العين تمد كم إذا مقعيان تذا المهل عين. وقال عمر سنوحي رسوه أمانا يا مالك طلحة ابن عبيد الله مالك أحد حما وحو دفاعي طلحة نبي الهدى بو دفاعي بالسيف وكو دفاعي سيفتاسو منصلتا يعني قلع لما وقت بو نبي دفاعي تولى اي كدب جديا جميع الناس دادك بادنكو دام قبيقود او وانكشفو اي جبان. قال النبي حين عليه السلام فقال النبي صلى الله قال عمر بير فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت يا عمر رم بارشكت أمانتا طلحة بن عبيد الله هذا أمانتي. قال في منتخب الكنز وفيه سليمان بن أيوب الطلحي أي سنة كيس كجرة. قال ابن عدي حير عامة وحديث لا يتابع عليها وذكره ابن حبان في الثقات بكشة كما في اللسان. وقد تقدم حهر من طال طلحة يوم أحد. شجاعة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ورقي طبعا كلامك وحترنا شجاعة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. أخرج ابن عساكر عن سعيد بن المصيب قال حير إن أول من سل سيفا إن أول قفكي أهريي أو سل سيفا سيف قلك أغسيب في سبيل الله إله جدكي الزبير بن العوام بوأها يعني قفكي أهرية سيف تقلك كسر إلهي درادي زبير العوام بواسق الله يبتون جربة مكة. بينما هو ذات يوم مال ومجوغي مكة لا يبتون جرنوا سيدة سواء سواء طبع قائلون أصول ميل قيلوشان وقت قيلو له الضيرة برقاء هدعت أدعيدوا كلوشاي ميل جوغة إذ سمع وحمق غلي نغمة عد كاسنا عد شيدان بوها عدكو حلا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدكو أمبا نكتي سكسو دعي فخرج وبحي متجردا بالسيف سوغ سيف تقلك كساري سلطن متجردا سوغ يعني لقى الله بالسيف أو سلطن يعني قال الله إلا هذا سيف تيسو مركا سيف تي أيوتي أو قال الله أيت. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أي مركا لكل مي متجردا بسيف سيف تيسي وقال له أوصلتن آذو فيسنتاي يعني آذو فيسنتاي. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال لكل ما أسدو يوليبها
kanata kanata yani safety intu isku horaysay dadka dariiqa ku banaysan haya yani safety buutay marka safety nu dad dariiqa ku banaysanayay oo dadka ku kala weeweeynay yani kanata kanata manatu haga wa kala weeyada haga ay banayo kala faqala nabiy yar malaka ya zubair qala wa huyri sami'tu han maqlay annaka qutilta in lagu dilay قال ان وحر فما اردت ان تصنع ومحاسمين لها هذه اللي يدير لها قال وحر اردت وحان دوني والله بان قدرتي استعرض اهل مكه ريم مكه ان الاستعراض استعراض كنا حوالي وقف كي كاسو هرب حبا ان ادشو ير يوين نين ايا ناق وحبا دون وابيين مكه وحان دون ريم مكه ان الاستعراض ونقفنا دافن ساسا ايغو جرتي مركا المير او ليبت من جرى هو عزيمة دا قاري كوكو نبي وار كيف دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير نبي بخير به الدعي وفي ذلك ارنتا يقول الاسدي اسدي باو حكير اسوا امانا يا زبير بن عوام بويري هذاك هذاك كاسي يعني زبير بوشيغ ياي اول سيف سلى اول سيف سلها اول سيف وسيفتي اول سيف سل قالك لغا سيبو في غضب لله انا عرض الهي ان لو عرض اول سيفتي اول سيف قالك لغا سيبو بها هيد وات سيف الزبير بها هيد وسيفتي الزبير هذاك اول سيف سل في غضب لله وسيف الزبير زبير كاسو المرتضى كيرال لغا نقدي اها انف يعني سيد ويان يعني سيد كي بقر كي رال لغا نقدي سيفتي سي ويان سيفتي ورسي الله درادي قالك لوغ سيبه وهنا قالك لوغ سيبه حميه اما حميه فعلتا وسبقت هر مرتي من فضل نجدته نجددنا وقيسي نمت كيس مركا فعلتا كسو هور مري قيسي نمت كيسي قيسي نمت كيسي با كدب اي من فعل كيسي والنبي يقول فعل تميد عليه السلام كدب بن حيلي قد يحبس النجدات المحبس الارفا ارفا وقفك عظيم كي هل ييجا اها مركا حيلي قفك هل ييجا اهي عظيم كي ارفا وعظيم كوين هل ييجا مركا قار كود ايا قد يحبس وحوسو موجن وحبس قال كان موجين بلغا ودا مركا مربر بوقفك هريجي وحوسو موجين هيا جيسي نمد وخبين هي قد يحبس النجدات الحبس الارفا كارفا هو عظيم كي سيد كوين يحبس نهار كان وحال لغا ودا ويظهر نجدات كان وجيسي نمد وقفك مركا خبين مركا قفك جيسي عظيم كي جيسي نمد وخبين هي ومرمر سو سارا وعند ابن عساكر أيضا وأبو النعيم في الحلية عن عروة أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما سمع وحم مقلي نفحة صيح مقلي صيح ذا يدواقص من الشيطان كأهاتي أن رسول الله أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ إن النبي عليه السلام لقفا شيء بعدما أسلم وإنت إسلام الزبير كذب وهو ابن ثنتي عشرة سنة مركا لبيت من جربه باها فصلى سيف وسيفت بقلك كساري وخرج وبح يشتد صغو أرضي في الأزقة وضوين كي مكة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قيمد وهو بأعلى مكة صغو مكة هلك أسر ريس الجوغة والسيف في يده قعنتنا مركا قعنتي سنكوها يي سيفتا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شانك محاكو دعي قال وحي سمعت أنك قد أخذت إن لغو قاتبا مقلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع محاك سمعين لهيد قال وحي كنت أضرب بسيف هذا من أخذك عدك قاتبا سيفتا كل فن لها فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أدعي زبير ولسيفه نبو أدعي وقال نبو حكور انصرف اسك النقع وكان أول سيف سل في سبيل الله أيها سيفتي أهري سيقلك لقسي بإله درادي سيفت الزبير بيهيد كذا في منتخب كنز الهمال
وأخرجه الزبير بن بكار كما في الإصابة، وأخرجه أبو النعيم في الدلائل عن سعيد بن المسيب بمعناه. وذكر يونس عن ابن إسحاق أن طلحة بن أبي طلحة العبدري حامل لواء المشركين يوم أحد، مالك أحد قلضة ري عبدري سودي علن كقالضة. ننكاس ليرهد طلحة بن أبي طلحة العبدري أيا دعا وحوعد صدي صحابة كعود صدي إلى البراز إن ليسو صبحه ومبارزة حلبا صورة أفنيه من الدويتو والله بدي عيدنا يصير فرديا ميل ده هذا بنا بيلا بيسوق صوب حيسا مرك يا إيه صوب حي بير مبارزين هيا فأحجم عنه الناس ضد كي بكجيل سدي وحب ح لواي فبرز إليه الزبير بن عوام. زبير بن عوام رضي الله تعالى عنه راء صوب حي نكي ماشي بناك مرك ليسوق من فواثب زبير بابوذي يعني قرب أبوذي حتى صار معه على جمله نن كان عبدالله سأورب صارنا مركز زبير انتو صادق أقولك ما قلت كبريب أورك قرال أغبحي فوثب حتى صار معه على جمله ثم اقتحم به الأرض انتو قلك ما قلت كبريب أورك قرال أغبحي بلنك يقرت انتو قرتب قلك صادقتك القياس كرتات البوتين انت لأك أو أن المقولة هل قرأت بوتين أذكر جاده فقصونا كله كسور دكتور فوثب حتى صار معه على جمله ثم اقتحم وكسوت ري به الأرض ثم اقتحم وصوت ري به نكي بصوت ري الأرض أفق صوته وفألقاه عنه يعني أوكب كسوت ري وذبحه بسيفه فقصو هل كي كوغورعي انتو أوك دشي سكرسو دادعي فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير ملك اللقب كان مالك سوقاتك إنه حواري هي رضي الله تعالى عنه. وقال وحير لو لم يبرز إليه ولو لم يبرز هديئون الزبير أصبح إليه إنك عبد الرياس لبرزت أنا إليه أنا أصبح له النبي عليه السلام لما رأيت من إحجام الناس عنه مركنين أهل لغة عبسنا يبهد إلا رقنا ويسولا يقانين صحابة الدرهاب مكان بيت لندر كان ضد المدارة ولا قرنها يبهاي مركنين وفاها لغا وابطي مركن نبي عليه السلام الدعاء أنا قابك إلها هديئون الزبير كعين كذا في البداية. وذكر يونس عن ابن إسحاق قال هو خرج نوفل عبد الله بن المغيرة المخزومي يوم الخندق ومالك فسأل المبارز كنطل بيوقي سكر فخرج إليه الزبير بن عوام بأبحي فضربه مركز الزبير نكيد لي وفشقه باثنتين لبو أكل الجاحي حتى فل إلى أهجبي في سيفه سيفتي سيبا جبتي فلن جبتان يعني سيفتي يكسوك لجيني كان الله بأسوك لكوي وانصرف وكسو نقضي وهو يقول الزبير علي إن امرؤ إني أنيقو امرؤ قفبان هاي أحمي إلى لن هاي عرض جيجا وأحتمي إس إلى لن هاي أنا عن النبي المصطفى الأمي يعني احمي وان الالين هي النبي عليه السلام واحتمي انا وحن اني احمي وان الالين هي واحتمي وانا اسكو الالين هي عن النبي صلى الله عليه وسلم على المصطفى كل دورتي الامي وحما قراها اها كذا في البداية. وقد اخرج ابن الجرير عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت حيتري اسماء دحاسك زبير حيتري أقبل رجل من المشركين أيام وعليه السلاح سوء آذه بيسا حتى صعد على مكان ملبه استاغي مرتفع كريسي ومن الأرض كمل هذا فقال نكي بيري من يبارز أيائي صبحية تنواق السكري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم أتقوم إليه ونك موقع عيسى فقال له الرجل نكي بيري إن شئت يا رسول الله هذا دونت ونك عيا. فأخذ الزبير زبير باوحب بالله يتطلع إنه هنقل تاقوه دقورت كر تاقو نبقو استوسي يا بلين ونبقو إذمو
فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إله بأي الزبير فقال له قم يا ابن الصفية صفية والزبير يدي إن الصفية كع ونبي يدي يهيد فانطلق إليه زبير بانك أكعي حتى استوى معه إلى هذا ماشي وابتغي وفطرب والله لسوع وعذي ثم عانق أحدهما الآخر كيبا والس قرقوري يعني شنطة على سلقلي فرها على سلقلي والس كبودي وبرت مذهبي ثم تدحرج والس لسوح وكرق مذي لابن برت الدش هذي والس كلا سوى داي لحظة مركز سوى سوى ذان يعني دولك سوى قارن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حويري أيهما وقع الحضيدة لبضان إدوى إسلا سورة رقمن هاي بورت دوش شادين والاقا سور دعاي كأوكا كودعا الحضيدة يعني نولك سلكي سدي نقاح أوها الرأي حضيدة كما ماشا سلك نولك بورت سلكي نقاح أيهما وقع الحضيدة أولا كأوها الرأي فهو المقتول فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس ذكر جبال قبطي فوقع الكافر قال كيبا قلك كسوه الرئي ووقع الزبير على صدره فقتله انتو لابتك فريستي اي مركي هل كانك قوعي وكدلي كذا في المنتقب واخرج البيهقي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال فوري جعلت يوم الخندق عبد الله بن الزبير عبد الله مركا هو يرى جعلت يوم الخندق مالك خندق تدوجربها اي انا وحال يتوي مع النساء والصبيان في الاطم اطم كو دير كان وين دو كسوخنا مركا جيرادا سال نغاغا تيغي هو يرى مركا تدوجرب عبد الله ياها ومعي وحي الى جوهر عمر بن ابي سلمه فجعل وحب الله بي عمر بن ابي سلمه يطأطئ لي إنو طبر كإيدكو يعني دبر كيسو إيقادي غي سلان فأسعد وحان كوكو ريب ويري آتم كي يجدار كي على ظهره دبر كيسو نوان كوكو رينكاس فأسعد على ظهره ذا دبر كيسو نوان كي سلان كدو طبر كي يجدار كي يساكو فولي فأنظر مركا وحان إيقي بالمعركة سوصوتي قال وحير عبد الله فنظرت إلى أبي أبهي بان إيقي وهو يحمل مرة ها هنا ومرة ها هنا مرن مذك أي أدقاق يور مرن بذح بأدقاق وفما يرتفع له شيء وحي سستاقي مجر إلا أتاه جيري فلما أمسى قلت من كو دقال كي دماضي جاءنا إلى الأطم ماشي من نوذي من الزهير بوير فقلت حكور يا أبتي رأيتك اليوم ما انت وانكو اركا وما تصنع يا واحد سمين هيسي قال ابي وبكر ورأيتني يا بني قلت نعم قال بحبير فيدا لك ابي وامي كذا في البداية واخرج البخاري عن عروة ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير ان يكون يوم اليرموك مالك يرموك بكل الزبير الا تشد وردقال ماد قادد فنشد معك انكونا وير البنكولا قاضي ناي روم تنماد كوكادي الدقال فقال فوري اني انشددت هدان وير الكوكادو كذبت مواديق عرى ريسان يعني الى مقى ريسان فقال لا نفعل ما سبين هلو ينسير مقى وير الكوكال والروم دو مساتون كنا قفا فحمل عليهم وير بكوكادي حتى شق صفوفهم أيضا كده النا الروم بوصف قدي جيري كده من غير فجاء وزهم وبرد في أيضا كجداش يسيب جاري وما معه أحد رجي دوار كسوق لي هالك بكرة ولا هادين ثم رجع وصون قدي مقبلا مركي دم وصون قدي هذا أيضا كده صوت جيري فأخذ مركاس قال ذي قبتن بلجامه فرسكوه تركا وجا حد جيب جعنت كجد جان أو فضربوه ضربتين لبق داوبي غارسيين على عاتقي هلكا غربك هاي كغدفتين بينهما لبدن داوعي مك غردخودن وها اهيد ضربه داوع كسو غاداي ضريبها يوم بدر مركمالينك بدر داوع وين كو يالاي بي لبدي سدنا يغنا لبجر كغسي جيدن قال عروه ويلكي سيها
wiilkiisii baa ka warramayaa aabihiinta dhaawac ku yaala, wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa udkhilu asaabicii farahan gelinhayay fii tilka darabaat, aabahay dhaawacyada soo gada godad bay noqdeen, jirkiisii wuxuu godad noqday. Marka wuxuu odhan jiray farahan gelgelin jiray inta god ee aabahay jirkiisa ku taalay. Kuntu udkhilu asaabicii fii tilka darabaat, darabaatka iyo dhaawacyadaas soo gaadhay godadkii ka dhashay farahan gelgelin jiray. Oo muxuu gelinhayaa alcabu waan ku ciyaaray bu yidhi wa ana sagiirun, ilmay baa marka de kolba meel bu kolba god bu gacanta gelinay. Qaala curwatu wuxuu yidhi wa kaana macahu dagaalka ruum waxaa la socday zubayr cabdullaahi ibnu zubayr radiallahu tacaala canhu yowmaidin wahuwa ibnu cashra siniin, fa xamalahu calaa farasin buu ku soo qaaday, wa wakkala bihi rajulan ninna wuu u xil saaray inuu ilaaliyo. Marka qiyaasi kartaa de ilma yar oo toban jira inuu dagaal geeyo, taa waxay kutusay awraradooda ugu tababari jireen jihaadka. Waa ruum waxaa lala dagaalda, waana yarmuuk oo shaam ku taala. Marka cabdullaahi ibnu zubayr buu soo qaaday, zubayr oo aabihii ahaa ilmaha yar toban jirku, marka macrakada siduu ugu goob joogo ugu sii tababarto. وذكره في البداية بمعناه وزاد ثم جاءوا إليه مرة ثانية مركه روي دغال قليا ويجي كقبحين ثم جاءوا إليه هذا أنا رجي وما مرضا بكسو نقض الزبير مرة ثانية ويرادا وردغال قل ففعل كما فعل في المرة الأولى. قال رحمة ربي عليه شجاعة سعد بن أبي وقاص, سعد بن أبي وقاص اسنجي سنمتكي أولها, أخرج ابن عساكر عن الزهري قال وحرعت رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية تنبو النبي الدري فيها سعد بن أبي وقاص بجماعات كان للسعودي إلى جانب من الحجاز بان الله الدري ما الحجاز كمدها ويدعى مقعد لرجل الرابغ, فانكفأ المشركون مشركين تبدقال كسو قاضي على المسلمين. مركا فحماهم مسلمين تي واحد دفاعي سعد بن أبي وقاص يومئذ بسهامه وكد دفاعي سهام تي سي يا ورمدي سي اللي يوكي سي كد دفاعي. وكان سعد بن أبي وقاص هوها أول من رمى بسهم في سبيل الله, قفكي أوريي اللي أطور أما ورى في سبيل الله بوها زورين قفكي أوريي أساف قلك أوليسي بوها. وكان هذا وحونا أهم معركة ذني أول قتال في الإسلام دغالك أهري إردعاء مالين كاسو دعي. وقال سعد في رميه ويكون رساء قبل بدر قبل بدر وقال سعد فوري في رميه مالين كاس يعني نتوب تسيو تبتان كسو بكير ألا هل أتى ما أيمد رسول الله رسولك إلهي أني حميته إنن إلالي صحابتي صحابتي إذا إنن إلالي اندفاعي بسدور النبل مرجندي ذي ورمددي اللي بحكي إنن كد دفاعي أذود واندفاعي صحابتي بها ورمدنا كد دفاعي أوائلهم أول كود يهري روايك لعدوهم بها يعني عدو إذن كد دفاعي ذيادا دفعا أيان كعليي بكل حزونة حزونة ومشن أدقى بريد ير أدقها يو بكل سهل مركزته أو بنأ يعني بكل حزونة مركزته أو كل أدقها وبريها وبكل سهل هي مركزته أو بنأ هذا صحاب ذي وانكو دفاعي. فما يعتد لغمطريو رام مد يعني دي رامي أو توتو أو شيش بدناءها في عدوهن عدونا الدشي شو عدو لايا بسهم سهمنا كل يا عدو يا رسول الله رسولك إلى هايو قبلي أنا كور هذا الكلام معني سبحانه وتعالى قفك مجرو إن عدو قعنت أو قاضي أو سهم كتورة أنا جنين إجوري مجرو ساس كورا وأنا قفك أوري سهم مرمى في سبيل الله سان صور دافني. وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب قالوا فقد قتل سعد سعد بادل يوم أحد بسهم واحد هلب وكليا أي كدل ثلاثة صدح قال وصيبه كدل رومي به وكور عساق الله قصوى طور الليبكي فرد عليهم وكعليي فرموه به دنوي قصوى علي نفس الليبكيون
فأخذه قاتل فرمى به سعد باتوري الثانية مر لبعض قال لبعض بكدلي فقتل فرد عليهم ليكن بدنا قالوا ناس قد يبقوا فرعليين فرمى به ثالثة فقتل قال صدحات بكدلي هل لي بكدلي صدح قال كدلي فعجب الناس مما فعل سعد تذكر كيا بسعد السمية فقال بكدلي إن النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد با أنبلنيه إسيي وليبكى إحري يمرجن ذا قال فيري وجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نبوه جمعي أبويه لبديس أب في ذاك أبي وأمي بطير كذا في منتخب الكز وأخرج البزار عن المسعود قال فيري قال سعد يقاتل كان سعد سعد هواها يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر مالك بدر سعد بن وقاص قد قالم قتال الفارس والرجل nin fardoolay aha nin lugayn haya labadaba u dagaalamayaan marmarna ma faras ku koray marmarna uu ka dhaadhacay qala laytum xir warawahu albazaru bi isnadayn ahaduhuma muttasil wal akhar mursal wa rijaluhuma thiqat qala rahmatu rabbi alayhi shaja'atu hamzah ibn abd almuttalib akhraj at-tabarani an al-harith at-taymi qala fa kana hamzah ibn abd almuttalib yawma badr malinki badr معلما وثم ضيسنا وحيس كثم مذيه وثكو على مذيه بريشة نعامة قريب بالكيد بوهتي على مدى سوهتي قريب بالكيد ايام مدى حميلها وصول لي قصيب كنت قال مي فقال رجل من المشركين باير مر كنت قال كده ماذي من الرجل اعلم بريشة نعامة من الرجل ورنن كيبو أها ننكاسو أعلم إسكسم مذيي بريشة نعامة قرية دبال كده ننكاوتي كيبو أها فقيل وحيل حمزة بن عبد المطلب أها قال محير قال كاس ذلك الذي فعل بنا الأفاعل ننكا عجبت نقودكي وحيالها اللياب كلا نقودكي قريشة دانهين ننكا بالك قرية دبال أها قال ليثم وإسناده منقطع وعند البزار عن عبد الرحمن بن عوف قال فيري قال لي أمية بن خلف أمية بن خلف وغزوة بدر لقدر دونه بلا البانة قعنتي سكدر وانك بلا العذاب جري عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف يوبي بن خلف صاحبه يهنجر جاهل يدي كدي بن مركي دقال كي بدر أي مركي ساركين كل كي لسوق بطيك مركا عبد الرحمن عن فهيري قال لي أمية بن خلف بايقويري يا عبد الإله عبد الإله وعبد الرحمن نوعود وقودي ذي عبد الرحمن مر ما يسنين مركز عبد الرحمن مر ما يسنين مركا وحوود وقيا عبد الإله أيقويري عبد الرحمن بن عوف لما جي عيسيه وروحاله ورجل شيخ ونشرح وسوك الشقي يعني عبد عمر مركا كل كي هو عبد عمر وبيقويري عبد الرحمن مون ديكو ديكو aadu markii dambe waxay ku heshiyeen inuu Cabdulilaah Cabdiraxmaan markuu kana wadiido oo meena khalifana ugu dhawaaqo markaa waxay ku heshiyeen markii dambe Cabdulilaah ugu dhawaaqo ya Cabdulilaah man ar-rajul al-mu'allimu bi rishatin na'amatin fi sadri yawma badr malinki badr bal gorayada ninki halka laabta su dhakeebo aha qultu waxaan ku yiri dhaaka ammu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhaaka hamzah ibn abd al-muttalib qala أمي بن خلف محيري ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل أفاعيل يعني وأعجيب وحيالها اللياب كالقراش ننك كل جاية جبيه ننك سؤال قال ليثم رواه البزار من طريقين في إحداهما شيخه علي بن الفضل الكرابيسي ولم أعرف وبقية رجالهما رجال صحيح والأخرى ضعيفة انتهى وأخرج الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حيري فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حمزة نبي حمزة ويمالك أحد حين فاء الناس حين رجع الناس تذكر مركي كسر النقدين من القتال قال راوي حيري فقال رجل بيري رأيته عند تلك الشجرة ميت كيسة وحنكو أركي جيت كهوستيسة وهو يقول وحولها أنا أسد الله وأسد رسوله اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء قريش وحي لي ما دين بان رب بريك أهي
لأبي سفيان وأصحابه، واعتذروا إليك مما صنع هؤلاء كوان بحسدي وحي سميين نوان كعذر دارا ومن انهزامهم جب قضاء. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوهم، فلما رأى جبهته بكى، وكن نبي بارك عليه السلام وجيسي بكى، ولما رأى مركو أركي وكان نبي ما مثل به قوقوين تيل قوقوي لوالا قلي شهيقا نبي صلى الله عليه وسلم أدبؤهن راقي. ثم قال وحيري ألا كفن وروح كفنها يا مجرا. فقام رجل من الأنصار باكعي فرمى وحصوت ربي ثوب المرأة لها، فقال جابر بايري، قال جابر بايري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي بايري سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة ويان. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال الذهبي صحيح. قال رحمة ربي عليه، وأخرج ابن عساكر سيلود لي حمزة والتفسير يمكن الشيخ الشيخ دونا. أخرج ابن عساكر كما في البداية عن جعفر سيد حمزة لود لها، أخرج ابن إسحاق، وأخرج ابن إسحاق كما في البداية عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال فيري خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن خيار في زمان معاوية، وقت معاوية نسرعني. فذكر الحديث حديث كيبو شغي، وفيه حديث كوحا كم ذا هيد قصدا دير. قال وحيري حتى جلسنا إليه، أي إلى وحشي، وحشبان أقوتك نشاب، فقلنا وحان كنري جئناك لتحدثنا عن قتل حمزة كيف قتلته، وبصال حمزة أدش نوشك. فقال وحشبوري أما إني سأحدثكما وأنذين شيء كما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألني عن ذلك. نبي سؤال شيء ودي سانو شيء من الكشيري، كنت غلاما ورأضون بانها لجبير بن مطعم، نكا جبير بن مطعم ليره ذوان أضون وها، وكان عمه أذركين طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، مالك بدر يا جبير بن مطعم أذيرك للدلي. فلما سارت قريش إلى أحد، مركا أحد الله صباحي، قال لي جبير ننكي إلى هذا وفي غيري إن قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي فأنت عتيق، هداد شي حمزة محمد أذيرك حرباتي حرنمت من دي وحبين بيهيت. قال وحير وحشي فخرجت وان بحي مع الناس عيدا كي قراشيت بان صراعي، وكنت رجلا بانها حبشيا، من حبشنا وانها وحير حبشي وحبك جرا، أقذف بالحربة وران كان توقي حربة وأشن مركت حقه وصبرت كله، وحان توري ونشيشي ينتوغن هي قذف الحبشة، من حبشي يسوي توتان وتوغني، قلما أخطئ بها شيئا، قل وحيرت بما أخطئ بها شيئا، حربذاس مرجن كان طور أما ورن كان طور إنا وحلو يا يريد. فلما التقى الناس كل كلا كل ما قريش النبي سحب ديسي، خرجت وانصب حبيري أنظر حمزة، أنا حمزة بن إيجني تقال ختم كما لهم بيري، وأتبصر سجن إيجن هي حتى رأيت إلى أن على ماذا يستويان أركي السقيو في عرض الناس، تذك الجهاد ودي بودحتاجنا مل أم بلناني مل أن قصوني بودحتاجنا في عرض الناس يعني في جهة الناس، كذي ابن أوسفي سو حمزة هاي ومحيري كأنه الجمل الأورق، حمزة واحد موذي سبيل أو قلقلين كسوكعي يعني أو قلقلين كسوكعي بعد موذي سبيل يعني مكا بورد بورد يسكو نوعي ساها سيبه ودك علما يوحش ماشا قب جوق باهويري يهد الناس دادكو سيحين هايبري يعني هدد وحاوية وقفكا بيرتا بالك الدساء وكالي سعسال عوزكا وكري يهد الناس دادكو سيدا عوزكا السيحين هايي بسيفه سيفتي سهدا يعني سيحيتان بوددك السيحين سيدا بالك يا عوزكا لو سيحي يقول كلا جارو ايو قريش كو اهاساسو وكالي سعسالحين هايي ما يقوم له شيء وح سر استاجي كرينا أما وح يعني هرتيس وحين استاجي كرينا منجرين ما يقوم له شيء وح استاجي مجرين
wuxuu yiri waxshii fa wallaahi innii la atahayyau lahum, anoo isu diyaarinhaya, uriiduhu oo doonaya, ila toosna xamse uguma hor iman karayo. Muxuu sameeyey? Wa astatiru minhu bishajaratin aw bixajarin, dhagaxa baan isku qariyey buu yiri, ama geed baan isku qarinhayay, laakiin toos uguma hor iman karayn. Marka waxaanu waxshii sameeyey dee ikhtiyaal bay ahayd, ikhtiyaal bay ahayd ee ma aha dee sida ragannimadii oo kale muna toos uga hor imin karaynin. Liyadnuwa minni, suu isoo dhowaada. Marka geed baan isku qarinay, kolla dhagax baan isku qarinay, nacam, kolla geed baan isku qarinay, kolla dhagax baan isku qarinay. Liyadnuwa minni id taqadamanii ilay, anoo saa ugu dhabaraya geedkii, waxaa i dhaafay, buu yiri xagga xamse ii dhaafay, sibaa ibnu cabdilcuza, ninkii la waranayay oo raggi gaalada waaweynaa ka mid ahaa geesiinta. Falama ra'aahu xamzatu, xamse markuu arkay sibaa ibnu cabdilcuza, ayuu xamse yiri haluma ilaya yabna muqaticata albuduri, haluma ilaya, soo soco buu ku yiri. Yabna muqaticata albudur, badrigu waa xubintan taranka ee dumarka kolka la gudiyo laga gooyo. Marka xubintaas kintirkaas soomaaliga la yirahda carabiga badri baa la yirahda. Marka wuxuu ku caayayaa uu ku leeyay hooyadaaba gabdhaha kintirka ka gurta soo soco, yani haluma ilaya ii soo soco, qawoyadii gabdhaha gudow, haluma ilaya yabna muqaticata albudur. Qaala say wuxuu dhaceen, wuxuu yiri waxshi fadarabahu darbatan, yani kudhufasho kudhufta, ka annamaa akhtaa ra'sahu, yani akhtaa ra'sahu, arabtu waxay ku tilmaamaan wixii si dhib yaruun meel saa kaa dhaco oo kale, sida dhib yar wuxuu dhacaan oo kale, midixiisiun baad mooday buri si dhib yar inuu saa uga qaaday, yani inuu waxu dhmaada moodin qoortiiyo madaxiisa oo dhan buka saa ugu dhuftay dhulku dhigay qoortiisiiyo madaxiisii oo dhan, sida soo socotana ka jacalow ka amsildaahi. Qaala wuxuu yiri xarbin waxshi, wahazastu xarbatii, anna waxaan diyaarsaday xarbatii murjinkaygii, xataa idaa radiitu minaa, kolkan si fiican raaligu noqdeen, si fiican u diyaarsaday, dafactuha calayh, intaan iskhabeeyey ayaan meel kaga soo shiishay, fawaqacat, waxay ka gashay, fii thuniyatihi, thuniyadu waa halkan waxa weeyaan xundhuurta iyo cawrada u dhexaysa, halkaasay ka gashay, xataa kharajat min bayni rijlayh, halka cawraday marka saa u hoosbaxday, intay halkaa ka gashay xundunta iyo cawrada u dhaxaysayba hoos ba u dhacday, lugta markaa saa uga dhexbaxday. Wadahaba wuxuu isku dayay buu yiri markaa, liyanuu anaxwi, inuu xaggayga usoo dhaqaaqo, xaggii dee lagaga soo turo waranku uu kaga soo ganmay buu doonay inuu usoo dhaqaaqo, fawgulib, laakiin wuu miyir galay buu yiri. Wataragtuna waan iska daayay intaa uu silcayay, wa iyaaha, warankii iyo waan isla daayay, xataa maat, ilaa nafti ka baxday. Thuma ataytuhu, waanu imid buu yiri, oo fa akhadtu xarbatii, warankaygii baan ka qaatay, thuma rajactu ilaa alcaskar, ciidankii baan kusoo noqday qureysheed, waqacadtu fiihi, ciidankii baan iska dhex fadhiistay oo dagaalamaya, ma dagaalamin anigu, muxuu dagaalami waayey, walam yakun lii bigayrihi xaajatun, anu dan kale ma lahayn, dantiina waan fushaday, inamaa qataltuhu, waxaana u dilay, liuctaqa, si laii xoreeyo, falamaa qadimtu makata, markaan maka imid, cataqtu waa laii xoreeyey, thuma aqamtu waan joogay, xataa idaa fataxa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam maka, kolkii maka la furtay harabtu, nacam, xataa idaa iftataxa, hakadaa, xataa idaa falamaa maka, xataa thuma aqamtu xataa idaa iftataxa, soo samaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam makata, halkeeba qaldan, thuma aqamtu xataa idaa iftataxa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam makata, harabtu ila ta'if, ta'if baanu carada wiil, famakastu biha, ta'if baan iska joogay, falamaa kharaja wafdu ta'ifi ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, reer ta'if markii ay islaameen, ay nabigana wafdi usoo direen, liyuslimu si ay u islaamaan, tacayyat calaya, waxaa igu soo daboolmay almadaahibu, meela loo baxo, xaggeen meelaan tagan garan waay, faqultu waxaan iri alxaqu bishaam, warma shaam baad u carartaa, aw bilyaman, mise yaman baad u carartaa, aw bibacdi albilaad, fa wallaahi buu yiri innii la fii daalika, anoo sidaa ku sugan, min hammii murugtaydii, id qaala lii rajulu, nin baa igu yiri weyxak
إنه والله لا يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وقف في الدين تيسا قال مدلو وشهد قرى شهادة الحق. قال غير وحشي فلما قال لي ذلك ما كنت سائي ويري خرجت وان صبحي حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يروعه نبي عليه السلام مفاجئ كفر بكم من نقن إلا بأن مريان قائما حالا كي تاغن على رأسي نبي صادو الدمد وباني قد تاغن مركزان إلي بولي أشهد شهادة الحق. فلما رآني قال لي نبي بولي أوحشي أنت والموحشي باتاي قلت حكول نعم يا رسول الله. قال نبي أقعد وارفريصه فحدثني إيشا كما قتلت حمزة ساد الدوشي. قال وحيري فحدثت النبي قال وشكيي كما حدثتكم أساني مكيدين كسوا والرمي. فلما فرقت من حديثي مركان شكدي لمي نبي عليه السلام درين باق قليو قال وحيري وغيب عني وجهك وجهك إيقا قري فلا أرينك يعني ديبه الدنبك وأركن. قال وحيري فكنت وحانها وحشي أتنكب كي يعني كوع وعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي حيث كان ميشو جوغبه لألا يراني سؤون إياركن حتى قبضه الله عز وجل إله النبي عليه السلام كدنتي. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب نكي مسيلمة الكذاب كان صور دافني مركي الله بحي صاحب اليمامة ماشي يمامة صاحب كذا خرجت مع عمضتك بهراعي وأخذت حربتي ورنكي أمبانقاتي التي قتلت بها حمزة تي أنا حمزة كدول من هستي. فلما التقى الناس مركان ذاتك كل من رأيت مسيلمة الكذاب مسيلمة أركب رأيت مسيلمة أيان أركب كذاب كما أركب بين عليه بان أركب ويري قائما سقط رجوجا وبيده السيف سيف نجع عن تكوهيا وما أعرفه من أنا مركا جرين هينين. فتهيأت له والنسود دياري وتهيأ له رجل من الأنصار أي اسود دياري من الناحية الأخرى أنا ينكروا أنصارها لبدي بس دياريني كلانا يريد لبدا يجب وحان دوني ننكن دي الكيسة. فهززت حربتي وحان ديار سليم ويري حربتي لمرجن تيجي حتى إذا رضيت منها كان دسفي عن الديار سليم رالي كان أقضي دفعتها عليه وانقطوري فوقعت فيه ويقرب عضي وشد عليه الأنساري بالسيف قلت يقرب عضي الدهانتي قشي أي أنساري قن السيف تلد البحي. فربك أعلم أينا قتره إلى هيبان قرن لبدا تؤلنتي ما تيدي بؤلنتي مستي أنساري فإن كنت قتلته هدان أنا تيدي أؤلنتي فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتلت شر الناس يعني مرك وحان رجل إنه إلهي لماذا يسكب بابي. وأخرجه البخاري عن جعفر ابن عمر نحوه وفي سياقه. فلما أنصف الناس يعني وقصيد حمزة كدلي بفرعليي كي دكي صفل يسوق على لبدي عيدا للقتال خرج سباع أي صباح. فقال حين هل من مبارز فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال لهم حيري يا سباع يا ابن أمي أنمار إن أنمار ويدي بكعايا مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله ما إلهي إيا النبي جيسى أيد عناذيسى. ثم شد عليه دقال بكوسو قاضي حمزة نكا سباعة سمحير وحشي فكان سباع محوة هذي كأمس الذاهب سيد الشرعي ذي تكتي أيو حمزة كقرد قبير ننكي أيسكوري مادين. قصدنا قدر أن قالوا حير شجاعة عباس بن عبد المطلب أخرج ابن عساكر عن جابر قالوا حير لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف حنظلة ابن الربيع أيها النبي قدر أنك مقصير الملائكة إلى أهل الطائف قدر فكلمهم فاحتملوه نكي بيقاتين لودري ليدخلوه حسنهم سيئي بيرت وضعولا قلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء ونيا سحابي كسور ذا الرقى ولهم مثل أجر غزاتنا هذه غزوه اجر جيده اوردن مد اودغ مله. فلم يقم الا عباس بن عبد المطلب حتى ادركه في ايديهم غاده ر قلدي ر طائف ونكسي وتحنظله قد كادوا ان يدخلوه في الحسن
inay deyrkii weydaan ka ridaan, deyrkii weynaa inay ka ridaan baa waa dhig gudaha la galan. فاحتضنه العباس أيان كيس كجر بضوبي وكان رجلا شديدا أي أيوة عباسها فاختطفهم من أيديهم سحابي جبوا كسر نفطي وأمطروا على عباس يقول عباس بس الرعب ككجر دجان الحجارة الدجح من الحسن أي كسر تريين ماشى حسن جاء يجدار كاس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له نبي مركب الدعية حتى انتهى به إلى النبي إلى النبي سوى جارسي سحابي كذا في الكنز وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله أعلم.